أخبار اليوم. الأستاذ محمد عبد الله يحيى من الإعلانات. الأستاذ سعيد شعبان محمد من قطاع المالي. الأستاذ أيمن محمد لطفي القطاع المالي. وهدية الأسكارية من مؤسسة أخبار اليوم للدكتور أحمد طلول. وهدية الأسكارية للأستاذ إبراهيم سيد رحمة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل. وفي